انتم صعب، في بيوت عندكم كده فيها ميه دلوقتي؟ مايك مجاري؟ لا نزل دلوقتي اهو، خش جوه كمان الشقه وتبقى عادي. اطلعي هنا كده، والاوضه دي مليانه والشقه اللي جنبيها كده مليانه، والله هو مذبوحه بالليل بعد الفطار. فضلنا فضلوا من العشاء لحد فضلنا من العشاء لحد بعد صلاه التراويح وما بينزحوا فيه، وبرده صبحنا الصبح لقيناها زي ما هي. طبعا حضرتك مش هتعرفي تخشي جوه، ده شقتكم نزلت شويه خالص اهي. اصل امبارح حسن نزعها وطلعت بره. اتعرفتي بيها الحجر ده؟ بصي عاملين الكنب ازاي والفرش، وخدوا عزلهم كمان ومشوا. ربنا يسهل بس ويحصل حاجه ويغيرونا اللي احنا فيه ده. ازرق كده بسبب ال، بص الحيطان عامله ازاي من الميه برده، يعني ممكن في اي وقت البيوت دي تقع. يعني دخلتي جوه هتلاقي الحيطان كلها رايشه. بصي كل الحيطان دي كلها كده من الميه. الحيطان عملت ازاي؟ لا برده شفتوا الاوضه عامله ازاي؟ والارض اللي اتفرت، البلاط اتفر من كتر الميه. ما مش هيعرف البيت وغرقت البيت الشقق جوه. ده كده خلاص. اه والله للاسف حطك النت لو كنت تعرف تخش. ممكن انا اصوره؟ اه بلاوي اهي سودا اهي. وعندي والله العظيم اخويا جوزي مريض. ما انا بقول لها. الريحه والميه. بقول لها بقى له سنه والمفروض كان يطلع يتمشى، ما دلوقتي ما منع. هو ليه نظف الشوارع؟ لا يشوفوا لنا حل في الصرف ده، ما تتعملش تاني. احنا بنقول لهم حتى غيروا لنا الشارع ده. الاطفال والكبار والصغيرين والناس المريضه دي. اه والله العظيم. هم لازم يشوفوا لنا حل، هو اكيد عندهم حل. تعالى يا معبوش، بص المايه يا معبوش. ولا اي حاجه عملوها، ولا اي حد بيسال كده، ولا اي حاجه. اه تاني. نعم. لا ما حدش شاف المايه، ده محمد اللي نزفها. والله محمد اللي نزفها. ثلاث ساعات مسحنا المايه والمايه كلها جت تاني، اتعبت في الشقتين اللي جوه. والبيت مش راضي ينضف. يا ابني احنا لنا شهرين على كده. الناس دي كانت بتعيط وبتشتكي من اللي بيحصل في الشارع. امبارح كله قاعد يعيط من الدنيا دي. وجم قبل كده وضعك صحفيين صوروا هنا ما عملوش اي حاجه. سبت البيت ورحت فريق حسن. احنا والله ما لسه قاعدين على فكره. ما بنعرفش ننام خالص. الاوض دي بنفضل قاعدين لحد الصبح عشان نعرف ننام. ناموس ومن الريحه الوحشه بتاع الميه. الميه بتطلع ريحه وحشه، لو انت وقفت هنا ثواني كده هتشم ريحه وحشه قوي. ومش عارفين نقعد بقى ننام اي حاجه. طلوع ونزول لازم نشمر رجلينا والعيال الصغيره بتوعي هنا. انا ما بننام يا ماما. تعالى نخش من بقى فين نطق شويه نزحوا سيدي ثاني شوف فضل بنا ثاني. حد يقول لي شوف انه ما صرف في البيوت دي. انا كنت بقى بتيجي من الميه دي بتيجي من الحته. كل ما نزحها تيجي ثاني يا ماما. وهي عينينا ورجلينا وعينينا وعيننا ورمت ووشنا ورم ورجلينا وايدينا. والله. على كده. بصي كان هنا والله يا اخي 3 شهور على فكره، وهنا الاربع خمس شهور خلي بالك.